هل بيحصل حوارات بينك وبين لعيبه نادي الزمالك؟ كانوا زملائك في الملعب اصحابي يا كابتن، كلهم اصحابك؟ كلهم اصحابي، كلهم اصحابي. انا ساعه اصابتي الاخيره والموقف اللي حصل امبارح، انا ناس كتير كلمتني من النادي. منهم شيكابالا؟ لا لا. علاقتك مقطوعه بشيكابالا؟ الفتره دي ما فيش كلام قوي، حصل خلاف، حصل مشكله ما فيش اي حاجه والله يا كابتن، حصل خالص على خالص الاطلاق يعني؟ الحوار اللي دار بينك وبين شيكابالا في مباراه نهائي الكاس، واللي البعض فسره والبعض قاله، انت اكتر واحد ممكن عايز تحكيه احكيه، مش احكي؟ عايز لا عادي احكي، احكيه. ما فيش والله يا كابتن. كان الكره اللي هي اللي جه اتكلم معايا فيها، كان هو اصلا كان في كوره ليهم الاول، كانت كورنا ليهم وانا كنت راجع على ال 18، هو كان واقف على ال 18، فهو بص لي وانا بصيت له بيقول انا زعلان منك. قلت له ليه؟ قلت له ليه يا كابتن انت زعلان مني ليه؟ قال لي عشان بكلمك وانت ما بتردش. لا كان في واحده قبل دي يا كابتن، كانت في لقطه قبل دي هي ما جاتش، كانت الجون الناحيه التانيه. نعم. قال لي انا زعلان منك. قلت له طب انت زعلان مني ليه؟ قال لي عشان بكلمك وانت ما ردتش. قلت له يا كابتن لا، وانا كلمتك كذا مره وانت ما ردتش عليا. هو ده اللي حصل في الكوره دي. كان دونجا طول الماتش كان عمال يضرب فيا، فبعدين لما انا جريت بيها وعديت بيها وكده، فبعدين انا قمت له فبصيت لقيت شيكابالا واقف، قلت له خلي بالك عشان هديله الانذار التاني وهطرده. ده اللي حصل يعني، حطيت ده اللي حصل. ده اللي حصل والله. قام جاي هتخليه ياخد الانذار التاني قلت ويطرد. له والله، قلت له كده، قلت له شوف دونجا. ساعتها هو بص لي وضحك، قام قايل له قوم يا دونجا. بس ده الموضوع اللي حصل بالظبط ده هنا الفيلم اللي اتعمل والله، ده اللي حصل وعشنا عليه فترة. بالظبط والله، ده اللي دونجا حصل. بيضرب فيا وانا هخليه ياخد الانذار التاني وهيطرد. قلت له انا ساعتها، قلت له يا كابتن في اللقطه دي، قلت له يا كابتن هو خلي بالك عشان هديله الانذار التاني وهطرده. فهو بص لي ساعتها ضحك لي يعني، وبعد كده ما قال له قوم يا دونجا. ده الموضوع، وخلص. ده الموضوع اللي حصل. هو ايه المشكله بينك وبين دونجا؟ الناس مش فاهمها. مش مشاكل والله خالص، بس انا ما اعتقدش اللي مكتوب ده على لسانه، اللي بتنشر النهارده على السوشيال ميديا فيه كلام ما اعرفش انا ما والله يا كابتن. اعتقدش يعني. لكنه ايه المشكله يعني؟ هل انت اتريقت عليه بعد الموضوع بتاعه، او قلت حاجه ولا محتاجه ولا لا الكلام؟ خالص خالص يا كابتن، انا طلعت بعد الماتش طبعا، انا كنت زعلان جدا كنت زعلان. طبعا، كنت زعلان جدا. اصل في الاول والاخر، في الاول والاخر يا كابتن احنا اخوات، نعم. اخوات بره الكوره احنا اخوات. انا ممكن احط نفسي مكانه في يوم من الايام، صحيح. فانا ما ارضاش على نفسي، مش هرضاه عليه. نعم. فانا ساعتها طلعت، لما كنت طالع مش فاكر في قناه ايه، طلعت اتكلمت. طبعا قلت لهم ان شاء الله ربنا يعديكم اللي انتوا فيه، وان شاء الله ترجعوا مع فرقكم وتلحقوا فرقكم. ده اللي حصل مني، لكن انا ما طلعتش طبعا ولا قلت حاجه ولا نزلت خالص حاجه على الإطلاق. ولا في اي حاجه خالص. موضوع انا ودونجا، اصلا انا ودونجا، انا كابتن انا عارف دونجا من زمان أصلاً. يعني، انا ودونجا اصحاب من زمان اصلا، حتى في الدورات لما كنا بنلعب ضد بعض، لان احنا جينا في الاخر لعبنا مع بعض، فكنا بنلعب ضد بعض وكنا بنضرب بعض برضو في الملعب وخناقات وكده، لكن ما فيش اي خلافات ما بيني وبين دونجا خالص طبعا. لا 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 على خالص الإطلاق خالص يعني. يا كابتن. طيب.